من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير محمد. محمد، يعني انتهت منذ لحظات هذه الهدنة التي امتدت ل 24 ساعة، كان الهدف منها هو وصول مساعدات ومحاولة لبناء ثقة بين الأطراف. هل حققت هدنة ال 24 ساعة أيا من المرجو منها، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية؟ لربما تكون الهدنة قد حققت القليل من الخدمات الإنسانية التي يحتاجها المرضى في المستشفى، وبالتالي هذه الهدنة بحسب مراقبين أنها أن مدتها هي قصيرة. الآن هناك حاجة إلى هدنة طويلة الأمد أو ربما أسبوع مقارنة مع حجم الحرب التي تدور الآن، والآن عادت الواجهات إلى الواجهة من جديد. اليوم يمكن وصفه باليوم الصعب، حيث الآن نتابع هناك تحليق جوي مكثف في مواقع مختلفة لسماء الخرطوم، وبالتالي هناك أصوات بالأسلحة الثقيلة، وهناك أيضا مواجهات عنيفة في مواقع مختلفة في الخرطوم، وتحديدا منطقة الخرطوم جنوب، وحيث المدينة الرياضية التي كانت تتواجد فيها الدعم السريع بكثافة، وبالتالي هذه المواجهات حتى هذه اللحظة ما تزال مستمرة. إضافة إلى ذلك هناك مطاردات من قبل الجيش السوداني لدى الدعم السريع. أيضا ذات المشهد ينطبق على منطقة شرق النيل، حيث تدور هناك معركة قوية في منطقة الحاج يوسف التي تقع في منطقة شرق النيل، حيث هناك مواجهات، وبحسب شهود عيان أن هناك جنود من مشاة الجيش السوداني الآن تحاصر هذه المنطقة التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع بكثافة. إضافة إلى ذلك هناك أيضا يعني ضرب بالأسلحة الثقيلة من قبل الجيش السوداني، وأيضا بالمدفعيات صوب أيضا مناطق تمركز الدعم السريع. إضافة إلى ذلك أن هناك يعني حصار في الأحياء التي تتواجد فيها الدعم قوات الدعم السريع بكثافة. أيضا اليوم يمكن وصفه باليوم الصعب، وربما يكون يوم حاسم لدى الجيش السوداني، خاصة وأن هذا اليوم سبقه هدنة بالأمس، وكما تابعنا أنها بحسب تقديرات مراقبين أنها نجحت بنسبة عالية جدا، حيث استغل هذه الهدنة مجموعة من المواطنين هربوا إلى الولايات القريبة من الخرطوم. أيضا المشهد حاليا يمكن القول أنه صعب للغاية، هناك أصوات متقطعة في مواقع مختلفة. قبل أن أذهب إلى تفاصيل محمد، قبل أن أذهب معك إلى تفاصيل أكثر ولماذا عاد هذا الاستئناف بكثافة، أريد السؤال عما أوردته أنه اليوم سيكون الأصعب والحاسم، لماذا؟ اليوم كما تابعنا أنه سبقته هدنة، ولربما هذه الهدنة استطاع الجيش أن يعني يحسم أو يضع خططه بحكمة أو خطط محكمة لدى الدعم السريع، خصوصا وأنه ظل يحاصر هذه المجموعات ويطالب مجموعات الدعم السريع الخروج من المنازل والمستشفيات، ولكن هناك يعني عدم استجابة من جانب الدعم السريع، وبالتالي الجيش السوداني يرى أن هذه من الخروقات التي ربما هي يعني للهدن التي كانت في الفترات السابقة، مقارنة مع أن هدنة الأمس بحسب وصف مراقبين أنها ناجحة، لكن ظل يطالب الدعم السريع بالخروج من المنازل والخروج من المستشفيات والخروج من عدد من المواقع الاستراتيجية، وأيضا عدم التواجد في الشوارع الرئيسية وعدم تقييد المواطنين، خصوصا أنهم يرتكزون في مواقع استراتيجية وفي شوارع تربط الخرطوم بالولايات، حيث يقومون بعمليات التفتيش لدى المواطنين، وأيضا يقومون بعمليات النهب والسرقات، وبالتالي أيضا بحسب يعني متابعين أن هناك يعني استجابة على الميدان، لكن هناك أيضا خروقات على مستوى التعديات على المواطنين والقيام باقتحام المنازل، وبالتالي حتى هذه اللحظات ما تزال
هذه المجموعات تتوزع في الأحياء لربما، لكن اليوم سيتم حسم هذه القوات أو المجموعة التي تتواجد في أحياء الخرطوم خصوصا وأن منطقة الصحافة من أكثر المناطق التي تتواجد فيها مجموعة تابعة لدعم السريع، إضافة إلى منطقة جبرة التي تقع جنوب الخرطوم حيث طيب كانت محمد، تتواجد ارتكازات كبيرة وأيضا معسكر يتبع للدعم السريع في الفترات السابقة، لكن تم تدميره بالكامل منذ اندلاع الحرب بين الجيش. نعم.